Das nehmen wir schon auf Stanki. أنا جليلي مرت سليمان الأولى. مبروك. في البيت اللي بنا لي. لا تهتمل هذا الحين. إيش سويت سليمان؟ كان لازم أسويه. كمان مرة لازم. ولا شي بتسوي عشان أنت ولدك؟ ما عندي إيش أحكي. ليلى راح تتجوز. من؟ ثاني على الشمال. راح تكون جوز كويس. أنا بوعدك. سوي اللي بقول لك عليه، فهمتي؟ الحين روحي ديري بالك على حواتك. ما راح تتجوز واحد ما بيستاهلها. تفهمني؟ أنا كمان كنت بقص راسي لو كنت. أنت ما بتعرفه. ليلى. لأنه ما كان في حل ثاني. دائما في حل ثاني. بلكي تفتحي عيونك مرة واحدة وتشوفي إيش بيصير حواليكي. عيوني فتحات. صدقيني فتحات.